بكميات كبيرة بصواريخ أرض أرض بحي عين ترمة. صلوا نازل هذا رقمه 14 صاروخ أرض أرض من نوع الفيل. قرب أخي قرب تفرج. هلأ نزل واحد أخي هون بعد بضعة أمتار وواحد هون ونازل وراء أربع الأبنية. العالم كله بشكل كامل تحت الأقبية. تحكي لي إذا كان في إصابات أو والله يا أخي الإصابات نسأل الله في اللطف، الله لا يضر مخلوق بجاه النبي. هون كله سكان مدنية، ما في لا مقرات ولا غيره. شو ذنب العالم هي؟ شو ذنب هلأ تحت الأنقاض والعالم عم تطالع؟ ما حدا مسترجي يتحرك غير سيارات الإسعاف، الله يحميهم بجاه النبي. تعب محمود، تعصب السيسي شوي.